يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول طالب مبتعث للدراسة وتدركه الصلاة وهو في الجامعة فيصلي بإقامة بدون أذان، فقال له أحدهم لا بد من الأذان، فهل كلامه صحيح؟ الجامعة هل يؤني فيه مبتعث الواحد؟ ما يجب عليه أذان، ما يجب على الواحد أذان، يصلي يقيم الصلاة ويصلي والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم اثنين فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ما الواحد ما يجب عليه هذا. نعم، يستحب له أنه يؤذن، وأما الوجوب لا، ما يجب عليه. نعم.